حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة أحب أن أتابع معكم اليوم وألفت انتباهكم إلى أن هناك كتاب اسمه طريقة إبداعية لحفظ القرآن، وضعته قبل سنوات طبعا طويلة على الإنترنت، وبفضل الله حقق ملايين عمليات التحميل، يعني ملايين الناس استفادوا منه. وأحببت الآن أن أشرح لكم أهم ما جاء في هذا الكتاب. طبعا على مدى الحلقات السابقة تأملنا كيف تستطيع حفظ القرآن من دون معلم. اليوم أحبتي في الله، هذا هو الكتاب، يمكن تحميله من موقع كحيل7.com على الإنترنت، ويعني يمكن الاستفادة منه. كتاب قيم جدا ومختصر، هو كتيب الحقيقة، ويتضمن خطوات عملية بسيطة جدا تعتمد على الاستماع. أنا اليوم أحببت فقط أن أخذكم إلى مثال مهم جدا. طبعا أنا أقلب الكتاب معكم الآن، كتاب ممتع أنصح بقراءته بتحميله، طبعا حجمه خفيف جدا، يعني ممكن تحميله حتى على الموبايل على ملف PDF، ويمكن قراءته بسهولة. يعني فالحقيقة أيها الأحبة، أنا أحببت اليوم فقط، الذي يهمني أن أخذ معكم مثال مهم من سورة النبأ. الحقيقة هذه السورة أحيانا تكون صعبة الحفظ، هي أول سورة في جزء عما يتساءلون عن النبأ العظيم. الحقيقة أيها الأحبة، هذه السورة كثير من الناس ينسى ترتيب الآيات. هناك ملاحظة أحببت اليوم أن تستفيدوا منها لمعرفة ترتيب الآيات. دعوني أبدأ معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هذه 5 آيات مقدمة. النبأ العظيم هو يوم القيامة. طبعا هم مختلفون، الملحد يقول لا يوجد يوم قيامة، المشكك ينكر، الأديان الأخرى غير الإسلام كل واحد لديه اعتقادات مختلفة، ونقول إن الإسلام هو الدين عند الله وهو الحق، فمختلفون. الله قال لهم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الآن تأتي إثباتات على أن يوم القيامة حق. ما هي هذه الإثباتات يا رب؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ الأرض ممهدة أمامنا، والجبال أوتادا. الحقيقة للجبال أوتاد أيها الأحبة، وهناك صور كثيرة يمكن يعني على الإنترنت أن تشاهدوها تتعلق بأوتاد الجبال. كل جبل نجد له وتد أو جذر يمتد عميقا في الأرض لعشرات الكيلومترات. تصوروا سلسلة جبال الهيمالايا تمتد بحدود أكثر من 100 كيلومتر في عمق الأرض، جذور هذه الجبال، مع العلم أنها لا ترتفع إلا لحدود 8.8 كيلومتر، تمتد 100 كيلومتر، يعني أكثر من 10 أضعاف ارتفاع هذه الجبال موجود تحت الأرض. لذلك الله سماها والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. 16 آية أيها الأحبة.
طيب أنا كيف أتذكر هذه الآيات؟ الحقيقة هناك نظام صعب شرح هذا النظام، لا يمكن أن تلمسه إلا بكثرة الاستماع لهذه السورة الكريمة وكثرة التدبر. يعني هنا أيها الأحبة، وجعلنا سراجا وهاجا، هنا أحبتي في الله هي الشمس. فأنا حتى أحفظ هذا الترتيب، يعني أولا أقول وجعلنا سراجا وهاجا، ثم أقول وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. طيب أحيانا الواحد يخطئ، يمكن أن يظن مثلا يقرأ أولا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، كما هنا أيها الأحبة وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ثم يقول وجعلنا سراجا وهاجا. يعني هذه الأخطاء أحيانا تحدث حقيقة. يعني طيب كيف يمكن أن أتذكر؟ بواسطة الإعجاز العلمي. يعني الحقيقة ينبغي أن أتذكر أن الله أولا جعل النهار معاشا هنا، ثم حدثني عن السماوات السبع وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ثم قال وجعلنا سراجا وهاجا. ينبغي أن أربط أولا الليل ثم النهار. دائما في القرآن أيها الأحبة الليل يأتي قبل النهار. إذن وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، لا أقول وجعلنا النهار معاشا ثم أقول وجعلنا الليل لباسا، لا، يعني الليل ثم النهار. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الآن إذن الليل أولا ثم النهار، مجرد أن وضعت في دماغي أن الليل يأتي دائما في القرآن دائما أو غالبا، مثلا وهو الذي خلق الليل والنهار، لاحظتم يعني الليل يأتي قبل النهار، يغشي الليل النهار، يعني فأتذكر في هذه السورة أنني عندما أصل لقوله تعالى وجعلنا الليل لباسا، أتذكر أن بعد الليل يأتي النهار وجعلنا النهار معاشا. ثم هنا يحدثنا عن السبع الشداد. السبع الشداد أيها الأحبة، أيضا من معاني السبع الشداد هناك طبقات الغلاف الجوي، هي سبع طبقات أيضا، وهي المسؤولة عن إنزال المطر. يعني أنا عندما أقرأ قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، معنى ذلك أن هذه السبع الشداد هنا هي ماذا أيها الأحبة؟ سبعا شدادا يعني السماوات السبع. وهذا المعنى يأخذني للغلاف الجوي، أيضا هناك سبع طبقات للغلاف الجوي. إذن هنا سيبدأ الحديث عن المطر، ولكن المطر لا يحدث إلا بوجود الشمس. وجعلنا سراجا وهاجا، هنا أيها الأحبة وجعلنا سراجا وهاجا، الشمس هي التي تبخر الماء، الشمس هي التي تبخر الماء ثم ينزل المطر. إذن بدأ القرآن بذكر الشمس أولا وجعلنا سراجا وهاجا، ثم قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. إذن آخر شيء وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، غزير يعني غزير جدا. لماذا؟ لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إذن الآن يجب أن أضع في دماغي أربط الآيات بأحداث كونية حتى أحفظها. يعني هكذا أنا حتى بعد 10 سنوات، لو مضى علي 10 سنوات ولم أقرأ هذه السورة، فيمكن بعد 10 سنوات أن أتذكر تسلسل الآيات. لماذا؟ لأن الدماغ أصلا يعمل على ربط الكلمات بصور، تربط الكلمات بشيء كوني أو بصورة أو بمنظر طبيعي أو بحدث معين. إذن
هنا أيها الأحبة سلسلة الآيات هذه، ألم نجعل الأرض مهادا، إذن ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. إذن بدأ بالأرض ثم بالجبال، ثم قال وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. إذن 1 2 3 4 5 6 أول آية تبدأ بالأرض لأننا نعيش على هذه الأرض، والجبال مهمة بالنسبة لنا ولكن ليست أهم من الأرض. إذن الأرض أولا. إذن أنا أضع في دماغي أن ألم نجعل الأرض مهادة رقم واحد، هذه أول آية كونية، الأرض ممهدة فنعيش عليها بسلام، غير القمر، القمر كله كما تشاهدون في الصور فوهات بركانية وحجارة ووديان، غير قابل للسكن، غير ممهد، المريخ كذلك، العطارد كذلك. ألم نجعل الأرض مهادا، ثم أتذكر الجبال والجبال أوتادا. طيب أتذكر نعمة الله أنه خلق لنا أزواجا أيضا، وخلقناكم أزواجا. ثم نأتي لذكر الليل، بدأ بالنوم وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. إذن النوم، الليل، النهار، أربط هذه الأشياء ببعضها. ثم أقول أتذكر أن هناك أيضا، يعني الأرض مهادا، جبال أوتاد، هناك ليل ونهار، وهناك فوقي سبع طبقات للغلاف الجوي، وهناك سبع سماوات فوقها. عبر القرآن عن ذلك وبنينا فوقكم سبعا شدادا. أتذكر يعني بعد أن تأملت الأرض والجبال والنوم والليل والنهار، أتأمل ما فوقي، يعني أصعد إلى الأعلى، فأجد قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. الرقم سبعة، إذن سبع طبقات للغلاف الجوي. طيب الغلاف الجوي فيه المطر، ولكن المطر يأتي بسبب الشمس. فأولا ذكر وجعلنا سراجا وهاجا، الشمس تبخر الماء، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. بعد أن تبخر الماء وتكثف نزل، هذا تسلسل علمي للأحداث، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألفاف. فالحقيقة أنا هذا المقطع يعني كان يحيرني، و يعني عملية الحفظ كانت صعبة رغم أنني أستمع مئات المرات. وجدت طريقة جميلة جدا أن تربط معاني الكلمات بآيات كونية أو بصور في ذهنك، وهكذا تغلبت على موضوع النسيان الحمد لله، وحفظت هذه السورة والحمد لله لا أنساها أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنا أحب لكم هذا الخير أحبتي في الله، أتمنى أن تتبعوا نفس الطريق. طبعا أنا لا أريد أن أطيل عليكم، إن شاء الله سأتابع شرح بعض الأمثلة في اللقاءات القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم النافع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.